دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية. أهلا بك دكتور جاد، أهلا وسهلا بك في القاهرة الإخبارية. بداية، زخت شهب ألف وحيد القرن، ما الذي تعنيه؟ أولا أهلا بحضرتك كل المشاهدين. قبل ما نتكلم عن زخة شهب وحيد القرن، خلينا نقول يعني إيه زخة شهب. إحنا عندنا في أجرام سماوية ومذنبات وحاجات كتيرة بتدور سواء داخل المجموعة الشمسية أو خارج المجموعة الشمسية نتيجة الدوران ده، في جزء من الأتربة أو الغبار الكون اللي موجود. الغبار ده لما بيقترب من غلاف الجو للأرض وبيكون عبارة عن حبيبات رمل أو أصغر، بيحترق وبيظهر في صورة الشهب اللي احنا بنشوفه. لو عدد الشهب دي زاد بيكون عبارة عن زخات، زكات وحيد القرن، أو كان من يومين يوم 17-18 كان عندنا زخة شهب الأسديات، وكان في أول الشهر كان في الثوريات، وكل زخة بيطلق عليها اسم نتيجة لأصل الغبار أو الأصل الكوني اللي هي جاية منه. تمام. أحيانا بتكون زخات غزيرة أو كثيفة 100 شهاب في الساعة وأكثر، وأحيانا بتكون بسيطة وصغيرة زي زخة شهب بتاع. هل لها أي تبعات يا دكتور جاد؟ هل لها أي ظواهر؟ هل بتعمل أي، هل لها أي تأثير في الكون؟ إطلاقا زي ما قلت حضرتك، هي يعني حبيبات زي حبيبات الرمل، مجرد ما تخترق الغلاف الجو للأرض بنشوفها كده أجسام لامعة، قبل ما توصل للأرض بتكون اتطفت وملهاش أي تأثير سلبي لا على الأرض ولا على الإنسان ولا على الحياة. هي بس بيكون منظر جمالي كويس لغوات الفلك والظواهر الفلكية. لكن كعلم فلك هي بتساعدنا طبعا بتحديد الأصول اللي تابعة ليها ودورانها. احنا طبعا عارفين ان في أسئلة كتيرة ما زالت مطروحة. ده حقيقي فعلا يا دكتور جاد، يعني في أسئلة كثيرة بتدور في أذهاننا عن هذه الظواهر الفلكية، وخاصة ان معلوماتنا قليلة فعلا فيما يخص هذه الظواهر. هل ليها توقيتات محددة في السنة؟ احنا عندنا يعني بالذات من منتصف الصيف لنهاية الشتاء تقريبا بشكل شبه أسبوعي في زخات شهب، لكن وبشكل يوم في شهب، لكن الزخات أو الذرة بتاعتها اللي بيكون فيها أكبر عدد من الشهب مع بعض. لكن أنا كنت أقصد الأسئلة العديدة اللي ما زلنا في انتظار إجابات عليها، متعلقة بنشأة الكون، هل في حياة أخرى خارج الأرض، هل الظروف المناخية خارج كوكب الأرض تصلح للحياة الأدمية. يعني أسئلة كثيرة، برامج الفضاء يعني بتحاول تبحث عن إجابات، ويمكن أحدثها برنامج جيمس ويب الفضائي اللي أطلق من العام الماضي، وهناك يعني منتظرين إجابات كثيرة للسؤالات دي. لكن دراسة الظواهر الفلكية من التلسكوبات الأرضية بيضيف أيضا جزء من الإجابات على تلك التساؤلات. طيب بالمناسبة احنا يوم 29 القادم احنا عندنا ظاهرة فلكية جديدة، ألا وهي اقتران القمر مع زحل. عارفين ان كوكب زحل، انا بالظبط ده كان سؤالي لحضرتك دلوقتي، الظواهر الفلكيه المهمه اللي ممكن تحصل في القريب، كمان المذنبات وهذه الظواهر المتتابعه. يمكن كل سنه بنشوف بعض المذنبات واللي بتصطدم بالارض واشياء اخرى، هل يوجد منها في القريب؟ احنا بشكل دوري شهريا بنطلع بيان اعلامي بالظاهر الفلكية لكل شهر، فمنتظرين شهر نوفمبر هيكون آخر ظاهرة فلكية عندنا في يوم 29، اقتران القمر مع زحل. وزي ما بقول لحضرتك زحل يعتبر لؤلؤة المجموعة الشمسية بحلقاته الجميلة، ودي برضو يعني اللي معاه تلسكوب صغير أو كاميرا يعني معظمة يقدر يصور الحلقات بوضوح، أو اللي يحب يشرفنا في المعهد سواء في مقر المعهد الرئيسي في حلوان أو في مرصد الأطمية الفلكي يقدر يصور بالتلسكوبات المتخصصة ويستمتع برصد الظاهرة. شكرا ليك، شكرا جزيلا من القاهرة دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، شكرا لحضرتك.